كما أكد رئيس الوزراء أن المواطن لن يشهد أي اختناقات في الكهرباء أو المواد البترولية، مشيرا إلى أن الحكومة لا تهتم بالنجاح في مؤشرات الاقتصاد كأرقام، ولكن الهدف أن يشعر المواطن بهذا التحسن الاقتصادي. إن شاء الله لن يكون هناك اختناقات في الكهرباء، لن يكون هناك إن شاء الله اختناقات في توفير المنتجات البترولية. المطروح النهاردة في الإسكان الاجتماعي، التحول في المناطق الخطرة في العشوائيات إلى مناطق آمنة وإنشاء حوالي 200,000 وحدة، ده كل ده بإضافة جديدة، تطوير الأداء وتطوير العمل في المستشفيات التابعة للدولة والحكومية والتأمين الصحي، تطوير منظومة التعليم بالكامل، ده كل ده بنسعى وبنتحرك فيه. فهي مؤشرات، أيوة مؤشرات، ولكن الأهم من هذا أن يشعر المواطن بأن هناك تطور وتحسن في مستوى معيشه، وأن المستقبل دائما كل يوم المستقبل أفضل بإذن الله لكل المصريين.